نتكلم من شوية على كاس الرابطة وردود الأفعال على كاس الرابطة. كابتن أحمد سامي كان معانا المدير الفني لسموحة، قال قد إيه إنه دي مش بس هتبقى مفيدة بالنسبة لسموحة، مفيدة بالنسبة لكل الفرق. الشاهد لكل الناس إنه هذه البطولة ستدفع دفعا مهما في الخواص اللي ليها علاقة بزيادة الحوافز، وده اللي اتقال. زيادة الحوافز انه في لعيبة هتتشاف ما كانتش بتتشاف، زيادة الحوافز من حيث الجوائز كمان اللي اعلنت عنها الرابطة. انا معايا على التليفون نائب احمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك ومساء الورد. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، زي حضرتك. عاملين حاجه حلوه، الناس فرحانه بيكوا، يعني بعرض اللقاءات من شويه الناس فرحانه، بتحس انه والله ما انا مش بجاملك، يعني احنا يعني حاسين ان الحاجه الوحيده اللي عماله بتتغير وتتطور ويبقى يظهر فيها شكل كويس هي الرابطه، فدي حاجه كويسه. وبعدين بحييك على ان انت وفيت بالوعد، لانه من فتره قلت لي لما هيبقى في كاس الرابطه تاكد انه هيبقى فيه جوائز، والنهارده بتعلنوا عن الجوائز. الحمد لله، ربنا يخليك، وبشكر حضرتك على الكلام ده. والله كابتن ابراهيم، احنا مش كرابطه يعني، وكل الساده الزملاء اللي انا بتشرف بمتابعتهم في الرابطه، ما بنعيدش اختراع العجله. احنا بنحاول لو كنا بنعمل مجهود ان احنا نرجع بالكوره للمكان اللي تستحقه مصر ويستحقه الانديه مصر. صحيح صحيح. وكل اللي كنا بنحلم بيه لو حضرتك تفتكر في اول ما اتكلمنا في بدايه الموسم، كنا بنحلم بدوري شكله مختلف، كنا بنحلم باستحداث بطوله جديده تكون على حجم الانديه، فيها جمهور وفيها تصوير حلو وفيها تجربه جديده من حيث الفار بشكل افضل، فيها امور كتيره الحقيقه اتحققت على ارض الواقع. يعني فيها كاس متصنع في انجلترا، في الشركه اللي مصنعه كاس الاتحاد الانجليزي وكاس الاتحاد الاسيوي، والنهارده مضى التعاقد بتاعنا كانها تعمل كاس رابطه الانديه المصريه المحترفه، حاجه تليق بالانديه المصريه وبالكره المصريه. يعني الكاس بتاع الرابطه هيبقى معمول في انجلترا. انجلترا، والحقيقه بشكر البريد المصري ان هو الكاس ده بتصنيعه هناك مهدى منه، وهيجيبه لنا لندن للقاهره لتسليمه ان شاء الله للفائز بالبطوله. والله حاجه حلوه قوي. طيب درع الدوري هيخش في نصاب الحاجات اللي يتم التعديل عليها ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. محطوط من ضمن الخطه ولا انت حضرتك عايز تفاجئنا بيها برضو؟ ها؟ محطوط. محطوط، يبقى فيها محطوط. ان شاء الله يعني نستنى مفاجاه حلوه؟ باذن الله. باذن لازم الله ان شاء الله تكون حاجه تليق برضه بالانديه المصريه وبالكره المصريه. طيب قيمه الجوائز وعملتوها ازاي؟ المفروض اللي هيفوز بالمركز الاول هياخد اعتقد مليون ونص، واللي هيشارك المركز الثاني مليون، ايوه، والثالث 500، والرابع 250، وكل الانديه المشاركه هتاخد زي يعني رسم اشتراك معكوس بقى، يعني هم عامه مثلا في كاس مصر او بطولات الانديه بتدفع. لا، في كاس الرابطه هيبقى في 100,000 جنيه لكل نادي مشارك. 100,000 جنيه كده اللي هو اسمه عربون محبه، تدخل معانا البطوله. رسم اشتراك بس رسم. معكوس. بس معكوس. حلوه حلوه. طيب انا كابتن ابراهيم عاوز اقول لحضرتك، اتفضل. النسخه الاولى من كاس الرابطه هو ديمو، وكان حلم ان احنا نعمل بطوله كبيره وناخد منها استفاده فنيه قويه للانديه، ونكمل ونبني على المستوى اللي ظهر في الدوري في السبع جولات، وتكون بطوله قويه، وفي نفس الوقت تكون ما فيهاش حمل على الانديه. فالحمد لله قدرنا من خلال شركاء نجاح بجد، شركه بريزنتيشن، وي، البريد المصري، كوكاكولا، اسكاربي الافريقيه، كل الناس دي شركاء نجاح وحققوا معانا الحلم ان النهارده الانديه ما تتحملش تكلفه الاستادات، ما تتحملش تكلفه الفار، ما تتحملش تكلفه الحكام، يكون في جوائز ماليه وفي كاس يليق بيهم متصنع بالشكل ده. فيعني كل ده اتعمل في شهور. كل ده اتعمل في شهور، الحمد لله. يعني بتخيل لو انتوا كمان عندكم المساحه من الوقت والتخطيط نروح لمكان ابعد كمان، صح كده ولا انا بتكلم غلط؟ هنروح ان شاء الله للمكانه اللي تستحقها الكره المصريه، ولازم يكون الاول عربيا وافريقيا، وده قدر مصر ان شاء الله باذن الله. عاوز اقول ان اي حاجه مصر بلدنا بلد كبيره،
صحيح. لازم قبل اي حاجه نشكر مؤسسات الدوله المصريه، يعني زي ما حضرتك بتقول كل ده ما كانش هيتحقق على الارض. اي حد في اي مجال ممكن يفكر ويبقى عنده خطط، بس لما تيجي حاجه تنفذها على الواقع الدوله الكبيره بتبان بقى بمؤسساتها. رجوع الجمهور، لازم نقدم شكر خاص لوزاره الداخليه برجوعه في الدوري وفي كاس الرابطه، البث اون تايم سبورتس، رقاء نجاح ان هم هيبثوا كمان كاس الرابطه بنفس الكواليتي. كل دي مؤسسات ومكتسبات للدوله المصريه. فالحقيقه هي بلد موفره لنا كل حاجه لاهل المهنه. بيجي دايما المسؤوليه علينا ان احنا نفكر ونشتغل نحط ايدينا. والله الكلام حاجة بتقوله ده مهم، لانه احنا كلنا عمالين نشوف ملامح جديده للدوله المصريه، ملامح مهتمه اكتر بالرياضه، ملامح مهتمه انا مش بتكلم على الكوره بس، والله انا بستغل بس الفرصه، لانه احنا لو ما استغلناش الفرصه يبقى عندنا مشكله. دولة بكامل هيئتها بكل أجهزتها بتقول للناس اشتغلوا، عايزين جمهور طيب مفيش مشكلة يبقى في جمهور، عايزين بطولات منتظمة طيب مفيش مشكلة، عايزين ملاعب مفتوحة هتلاقي في كل حتة ملاعب مفتوحة وهتلاقي تأمين. فالحاجات دي كلها بتدي انطباع انه فعلا انتوا اللي جيتوا تستغلوا الفرصة دي، استغلال فرصة ناس بتمد ايديها طول الوقت، لكن للأسف ما كانش في حد عنده القدرة على استيعاب انه الدولة المصرية بتمد ايديها يعني. فده بالإضافة ان احنا تحولنا وجهة حقيقية لاستقبال كل البطولات الكبيرة في الوقت اللي فات، فكله متماشي مع النجاحات اللي ان شاء الله بإذن الله ربنا يقسم لنا فيها الخير. خليني أسأل حضرتك في الجزئية بقى كمان اللي ليها علاقة بحالة اللغط اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت ديت، التأجيل بتاع ماتش الأهلي وبيراميدز، وقف بطولة الدوري، وانتوا جايين بأجندة من أول يوم انه ما عندناش ماتشات هتبقى مؤجلة وكله هيمشي في نفس التوقيت، وكلام اتقال لا ده جاية من عند الرابطة، لا ده موضوع من القصة دي ايه؟ هقول لحضرتك حاجة عشان يعني سهل على برضه مشاهدين حضرتك. اتفضل. أي نزاع أدبي ما بين جهاز فني المنتخب ورابطة أندية هو هيكون إن الرابطة عاوزة تكمل أكبر عدد من الجولات، وإن الجهاز الفني بيبقى عاوز أكبر عدد من الأيام في الأجندة الدولية، ده المنطق. لوجيك بيقول كده، وده النزاع الأزلي. صح. لما اتطلب مننا بعد قرعة الدوري إن إحنا نلتزم بالأجندة كمان وعاوزين كمان يومين قبليها عشان المباريات الوديه، نفذنا كربطة الاصعب وقلنا في حاله ان بطوله الامم هتتلعب في ميعادها هنلتزم بالاجنده الدوليه. ده قلناه من اول يوم على فكره. ايوه وده كان الاصعب، فاكيد لو كان الطلب مننا الاسهل لينا بقى واللي في مصلحتنا كربطة ان احنا نلعب الجوله الثامنه كنا هنعمله لصالح المنتخب، اذا كنا عملنا الاصعب. كلام منطقي. ده النقطة. أنا بس الحقيقة يعني ما كنتش، لأن هو الموضوع ما حصلش فيه، هو اللي طلب مننا احنا عملناه وكان الأصعب على الدوري وعلى الأندية وعلى الرابطة، ولكن اتعمل لصالح المنتخب. ولكن كمان التوقيت اللي تم أصير فيه الكلام ده أنا شايفه توقيت مش مناسب، لأن احنا المفروض النهارده في توقيت ما عندناش غير هدف واحد، إن احنا في ظهر منتخبنا الوطني وفي ظهر الجهاز الفني لمنتخب مصر، احنا اسياد افريقيا هم طالعين بطوله امم افريقيا، فلازم نكون كلنا مركزين في حته واحده. ده الحقيقه تحفظي بس على التوقيت يعني، لانه ما حصلش، ما طلبش مننا، ولو كان الطلب كنا عملناه، بس هو كان هيبقى ليه اسس. يعني لما حصل في الدوري الانجليزي والاتحاد الانجليزي ورابطه الانديه الانجليزي قرروا ان هم هيلعبوا باللعيبه جميع لعيبه الدوري لحد 3 يناير بيبقى ليها بروتوكول. يعني لو كان الاتحاد طلب مننا ده كرابطه كنت هرد عليه انه يجيب لي استثناءات من الاتحادات، لان عندنا لعيبه اجانب. ايوه. جانب اللاعبين المصريين. ايوه. عشان اقدر افضل ل 3 يناير فكمل الجوله. طيب دي جزئيه مهمه برضو، وكويس انه ازلنا اللبس فيها بشكل واضح. ايه اللي هيحصل علشان ده ما يتكررش تاني، من يعني ما يتقالش بقى لا اصل هي الرابطه، لا اصل هي اللي عند اتحاد الكوره، وانا عارف ان انتوا دايما هتحاولوا تحلوا مشاكل حتى ولو ما كانتش بتاعتكم. ده اللي احنا زي ما حضرتك بتقول اللي احنا مبتدئين بيه وشغالين عليه. هقول لحضرتك ان احنا منتظرين انتخابات اتحاد الكوره. واكيد اي هيئه رياضيه بيجي لها مجلس منتخب سواء نادي او اتحاد بيكون قراراته وتفاعله مع الجمعيه العموميه ومصلحه المكان مختلفه عن اللجان. صحيح
صحيح. فاحنا متفائلين خير ونتمنى التوفيق لاي من القائمتين اللي بيتنافسوا في انتخابات اتحاد الكوره. هنقعد معاهم على الترابيزه، هنقول كل افكارنا وكل اللي نقدر ان احنا نوصل بيه لصالح الكره المصريه، لان المفروض سواء في الاتحاد او في الرابطه ما عندهمش غير مصلحه واحده. صحيح. هي الكره المصريه وانها تكون بالشكل اللي يليق بيه ويليق بجمهور الكره المصريه. سيادة النائب متفائلين خير جدا ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله، احنا متفائلين بيكم خير من اول يوم الحقيقه، الصدق اللي باين في كلامكم، ودايما احنا بنصدق الناس اللي بتقول كلام ويصحبوا فعل، وانتم عملتوا ده فعشان كده احنا مصدقينكم. سيادة النائب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب احمد دياب.